كرة القدم. النهاردة بإذن الله هنتكلم في الفيديو دوت وكم فيديو بعده كده، على زي كده مراجعة الأمر لمب كده على أهم النقط، واللي هو يعني لو أنت الدنيا معاك مش تمام خالص في الأمر لمب، النقط دي والله هتجيب لك يعني الخلاصة معاك كم. هراجع هتلاقي النقط ديت تقريبا عدت على المنهج من أول كلمة فيه لحد آخر كلمة إن شاء الله. عبارة عن كلام كده، عبارة عن نقط تقريبا 114 نقطة، فهجزاهم على كذا فيديو عشان ما يبقاش وقت الفيديو طويل وما يبقاش الكمية كبيرة عليك، ودي النقط المهمة ليك في امتحان ام سي كيو. تمام، فنسمي الله كده ونبدأ مع بعض أول حاجة. فأنا عايز أبدأ بس بالنقطة ديت في أول فيديو كده عشان في ناس كتير مش عارفاها. بص، النقطة رقم 20 ديت، طبعا دوت الكتاب أنا عامله، هو يعني بيتكون كذا جزء هبكلمكم عنه في الآخر يعني. المهم، بيقول لي muscles with dual innervation. الكلمة ديت عشان دي بتيجي في الامتحان كتير والناس بتبقى أول مرة تشوفها وما عدتش عليهم قبل كده، أو عدت ومش فاكرين يعني إيه. كلمة dual innervation، كلمة dual هي double، تمام؟ يبقى dual بتساوي double، فمعناها اتنين، و innervation هي nerve supply. يعني السؤال ممكن يقول لك المسلز اللي عندها dual innervation أو double dual nerve supply أو double innervation أو double nerve supply، ديت معناها إيه؟ معناها إن إيه العضلات اللي أنت خدتها في الأبر لمب اللي بيغذيها اتنين نيرف، بيغذيها نيرفين مش نيرف واحد. طيب برضو خلينا متفقين على حاجة تانية عشان ما تتوهش مني، مش معنى ان العضلة اي عضلة بتتغذى باتنين نيرف معنى كده اللي انا اقول عليها دول انرفيشن. طب ايه بقى التناقض اللي انت بتقوله؟ لا، مش تناقض ولا حاجة، بس العضلة زي ما احنا عارفين علشان تشتغل بيجي لها جزء النيرف بنسميه الموتور، ده اللي بيخليها تعمل فليكشن اكستنشن ادكشن ابدكشن الكلام ده. وفي نفس الوقت العضلة ممكن تحس، والعضلة دي بتحس عن طريق السنسوري او الكوتينوس نيرف سبلاي. فلو لقيت عضلة مثلا زي الترابيزيس، عشان كذا حد سألني فيها قال لي الترابيزيس ديت نعتبرها تبع الدول انرفيشن، قلت له ليه؟ قال لي لانها بتتغذى بالسباينال اكسسوار نيرف والبروبريوسبشن من سي 3 وسي 4. يعني انت شايفهم اتنين تمام، بس هو واحد فيهم سنسوري وواحد فيهم موتور. الموتور هو السباينال اكسسوري، والسنسوري هو التاني اللي هو البروبريوسبشن من سي 3 وسي 4، وبالتالي الترابيزيس ما تعتبرش ليها دول انرفيشن. تمام، النقطة دي مهمة. طيب تعالى كده نشوف الامثله، فكر معايا كده من حتى من قبل ما تبص، وفكر معايا ايه الحاجات اللي عدت علينا ليها دول انرفيشن. اول حاجه كان عندنا في اول محاضره خالص اللي هي البيكتورال ريجون، كان عندنا البيكتوراليس ميجور. البيكتوراليس ميجور كانت بتتغذى بنيرف اسمه ميديال بيكتورال نيرف ولاترال بيكتورال نيرف، وساعتها عرفنا بقى الميديال بيكتورال نيرف جاي من الميديال كورد من البريكيال بيكسس، وعرفنا اللاترال بيكتورال نيرف جاي من اللاترال كورد من البريكيال بيكسس، وعرفنا الروت فاليو والكلام ده. يبقى اول عضله عدت علينا البيكتوراليس ميجور. عدى علينا في الشولدر عضله اسمها سابس كابيلاريس ماسل، اللي كانت موجوده في السابس كابيلار فوسا في السكابيولا من قدام. العضله ديت كانت بتغذى بالابر سابس كابيلار نيرف واللور سابس كابيلار نيرف. فكر معايا دولت كانوا بيطلعوا من انهي حته في البريكيال بليكسس؟ كانوا بيطلعوا من البوستيرير كورد، والروت فاليو بتاعهم كان سي 5 وسي 6. تمام، طيب مين العضله اللي كانت بتغذى باللور سابس كابيلار بس؟ ديت كانت التيرس ميجو. جميل، يبقى اول حاجه البكتوراليس ميجور، تاني حاجه السابس كابيلاريس، تالت حاجه ادخل على منطقه الارم. كان عندنا في الفليكسورز عندنا اللي هو الانتير كومبارتمنت، كان عندنا ثلاث عضلات، البايسبس والكراكو بريكيالس والبريكيالس. كنا من ضمن القواعد اللي حطيناها قلنا الثلاث عضلات دولت المفروض النيرف سبلاي الاساسي في منطقه الارم في الفليكسورز هو الماسكول كوتينوس، بس الماسكول كوتينوس بيغذي اثنين ونص بس من الثلاثه. قلنا لان في عضله بنقسمها نصين، نصها بالماسكول كوتينوس ونصها بالريديال نيرف. ايوه هي العضله ديت بقى اللي هي البريكيالس. يبقى البريكيالس كان في جزء منها بالريديال نيرف والجزء الثاني بالماسكول كوتينوس، والماسكول كوتينوس كان هو اللي بيغذي الجزء الميديال من العضله، والريديال نيرف كان بيغذي الجزء الناحيه ايه؟ الناحيه بره او اللاتر. طيب قلنا البكتوراليس ميشو، قلنا سابس كابيلاريس، قلنا البريكيالس. طيب ادخل معايا كده على منطقه الفور ارم. منطقه الفور ارم كان في الفليكسورز برضو او الانتير كومبارتمنت كان عندنا 8 عضلات، 5 سوبرفيشال و3 ديب. ومن ضمن القواعد اللي انا كنت حاططها وقلت لكم عشان سهل عليكم، قلنا هم 8 عضلات منهم 6 عضلات ونص بيتغذوا بالميديان نيرف وعضله ونص بيتغذوا بالالنر نيرف. العضله في اسمها كلمه النيرس اللي هي فليكسور كارباي النيرس. فكده خلصت من واحد من الواحد ونص دول، باقي لي نص العضله. فقلنا ساعتها هي الفليكسور ديجيتورم بروفاندس ليها دول انرفيشن، وساعتها كنا قلنا نقطة مهمة ان البروفاندس بتوصل للديستال فرانكس وبالتالي بتشتغل على الديستال انترفرنجال جوينت اللي مش بيقدر يشتغل عليه السوبرفيشاليس، لانها كانت بتشتغل على الميدل، بتوصل الميدل فرانكس فبتشتغل على البروكسيمال انترفرنجال جوينت بس. طيب الفليكسور ديجيتورم بروفاندس، تمام، كان فيها جزئين، جزء برضه ميديال وجزء لاترال. وقلنا زي ما اتفقنا في جزء هيبقى في الميديان نيرف اللي هو واخد الابر هاند في الفليكسورز بتاعت الفرقه، وده بيغذي الجزء الناحيه بره اللي هو اللاترال، وعندنا الالنا نيرف على طول بيبقى ناحيه جوه فبيبقى الميديال بارت. اخر عضله كانت في الهاند اللي هي دول انرفيشن يعني،
موجوده في الهاند اللي هي اللومبريكل. فاكرين اللومبريكل؟ كان عندنا 4 لومبريكل. طيب افتكر برضو القاعده اللي انا قلتها لك عشان ما تصعبش عليك. النيرف سبلاي الموتور بتاع الهاند، قلت لك كل المسلز بتاعه الهاند بتتغذى بالالنر نيرف. الالنر هنا هو المسيطر كموتور، انما كسنسوري يعني الميديم برضو المسيطر في البالم. المهم قلنا كل العضلات بتاعه الهاند بتتغذى بالالنر نيرف ما عدا جروب ونص. الجروب اللي هو كان السينر ماسل، وكان النص دوت اللي هو اللومبرجل اللاترال. واللاترال لو ببدأ أعد من ناحية الصنف فاللي هما بيبقوا رقم 1 و2. يبقى عندنا اللومبرجل رقم 1 و2 كانوا بالميديا نيرف، إنما 3 و4 اللي هو ناحية جوه الميديا كانوا بالألنر نيرف. طيب اللومبرجل برضو أقول لك حاجة برضو أفكرك بيها، إزاي أفرق ما بين اللومبرجل والإنتر أوسياي. جايب لك هاند مثلا والهاند ديت فيها 4 عضلات، يبقى أنت دلوقتي عندك احتمال من الاتنين، يا إما تبقى لومبرجل لأن عددهم 4، يا إما دورسال إنتر أوسياي يا إما عددهم 4. طب هفرق ما بينهم إزاي؟ العضله لو يوني بالنيت، يعني ايه بس يوني بالنيت وباي بالنيت؟ بص معايا كده، العضله الجزء اللي بيبقى في العضله في النص دوت اسمه الفليشي بيلي، اللي هو الجزء اللي خدته في الفاونديشن قبل كده ما خدته المصل. فلو الفايبرز فيها جايه في اتجاه واحد كده بنقول عليها يوني بالنيت. بالنيت معناها مايل، كلمه بالنيت ديت معناها مايل، ولو الميل في اتجاه واحد فبقول عليها يوني بالنيت، تمام؟ انما لو الميل في اتجاهين، يعني مثلا العضله عامله كده وهفترض ان في خط في النص، تمام، فالعضله في جزء من الفايبرز مايله كده وجزء مايله كده، دي بنقول عليها باي بالنيت. فانا لو بصيت على العضله اللي هو اربع عضلات، لو لقيتهم الاربعه باي بالنيت، الاثنين الميل على الجانبين، يبقى ديت دورسال انتر اوسيال. انما لو لقيت الاربعه دولت في منهم 2 باي بالنيت واثنين يوني بالنيت، دولت هيبقى بي اللي هم اللومبريكل. وطبعا يعني لو مجمع معايا كده ان الاثنين يوني بالنيت هم الاثنين لاترال، هم الواحد واثنين لومبريكل هم اللي هيتغذوا بالميديان نيرف، انما التانية اللي هي 3 و4 لومبريكل ديت هتبقى الباي بالنيت، دولت اللي ناحية جوه اللي هم الميديال واللي هيتغذوا بمين؟ بالالنر نيرف. يبقى ده سؤال مهم بيجي في الامتحان كتير، يقول لك all of the following muscles مثلا ليها دول انرفيشن اكسبت، او مثلا لو ما بقاش اكسبت يجي في الامتحان يقول لك مين من العضلات دي ليها دول انرفيشن. انت ممكن عارف الاجابه بس انا مش عارف يعني ايه دول، تمام؟ يبقى البكتوريس ميجو بالميديال اند لاترال بكتور نيرف، السب سكابلاريس ابر اند لور سب سكابلار نيرف، بريكيوراتيلس بريديال نيرف الجزء اللاترال والماسكولو كوتينوس بالميديال بالجزء الميديال بتاع العضله، ديجيتورم بروفاندس بالميديال نيرف الجزء اللاترال والانر نيرف الميديال، واللومبرك الواحد واثنين اللي هم اللاترال بالميديال نيرف، وثلاثه واربعه الميديال بالانر. طيب نقطة تانية برضو مهمة خالص، بيقول لك الاكستنسور كارباي النارس قبل ما تبص تتغذى بمين؟ الاكستنسور كارباي النارس حد تلقائي هيقول لك النارس، يبقى اكيد هتتغذى بالالنر نيرف. غلط غلط غلط، وبتيجي في الامتحان كتير. طيب ليه غلط؟ هي اسمها اكستنسور كارباي النارس، فتلقائي فيها كلمة النارس يبقى بالالنر نيرف، بس استنى دي اكستنسور وتابع الفور ارم، فمعنى كده انها تابع جروب الاكستنسورز او البوستير كومبارتمنت اللي هم كانوا 12 عضله، كان 7 سوبرفيشال وخمسه ديب. ساعتها احنا قلنا كل العضلات بتتغذى بالريديال نيرف اللي هي الريديال نيرف او البرانش بتاعه اللي هو البوستير انتر اوسيس، اول اثنين كانوا بالريديال والباقي كله بالبوستير انتر اوسيس. طب وبالتالي الالنر نيرف عمره ما هيبقى ليه علاقه اصلا بالاكستنسورز بتاعت الايه الفور ارم. يبقى ما يخدعكش طالما لقيت كلمه النارس تقول انا تقول انا النيرف، غلط، بتتغذى بالبرانش بتاع الريديال نيرف اللي هو البوستيرير انتر اوسيس نيرف. مهم. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك، او النقطه اللي بعد كده الميديان نيرف، مهمه بقى شويه النقط ديت، يعني بنسبه 99% واحد فيهم لازم يجي لك في الامتحان، اللي هي لها علاقه بالنيرفات وهي بتعدي وبتخرج من العضلات وبتدخل الفور ارم ازاي وكده. الميديان نيرف كان بيدخل الفور ارم عن طريق ان هو بيعدي ما بين التو هيدز بتاعت البرونيتور تيرز. البرونيتور تيرز كان ليها 2 هيد، اللي فوق كان سوبرفيشال هيومرال هيد وكانت ماسكه في الكومن فليكسور اورجن اللي هو ان فرونت اوف الميديال ايبيكوندايل، واللي تحت اللي هي الديب النر هيد وديت اللي كانت ماسكه في الكورنويد بروسس بتاع الالنر، وديت برضو كان الميديال نيرف بيعدي في النص كده ما بينهم، تمام. وحاجه ثانيه برضو كان بيقول لك ان الديب النر هيد بتفصل لك الميديال نيرف فوقيها عن الالنر ارتري تحتها، برضو النقطه دي هتعدي عليها شويه كده. المهم الميديال نيرف عشان يدخل الفور ارم بيعدي ما بين التو هيدز بتاعت البروديور تيرز. تاني حاجه الماسكول كوتينوس وهو في الارم بيخرم العضله اللي اسمها الكوراكو بريكيالس، وبعد ما بيخرمها بيعدي ما بين التو هيدز او بيعدي ما بين العضلتين البايسبس والبركيالس، والمفروض الكلام ده كان واضح خالص لما خدنا النرفات وخدنا بقى الشكل الماسكول كوتينوس وهو بيخرم الكوراكو بركيالس وهو بيعدي ما بين العضلتين دول. طيب يبقى الميديان نيرف بيدخل ما بين التو هيدز بتاعت البرونيتور تيرس، عندك الماسكول كوتينوس بيخرم الكوراكو بركيالس وبيعدي ما بين البايسبس والبركيالس. نقطة مهمة برضو، هتلاقي اغلب النقط يعني تقريبا ثلاث ارباعها مهمة خالص، لان انا مجمع لك الحاجات اللي ممكن تبقى تايهة منك.
عندنا العضلات اللي بتعمل سوباينيشن. السوباينيشن دوت بيحصل بعضلتين بس اللي خدناهم، اول واحده سوباينيتور باين من اسمها ودي سهله ومش هيجيبها لك في الامتحان لانها وش. الثانيه اللي بننساها على طول البايسبس بتعمل سوباينيشن، البايسبس بتعمل سوباينيشن، البايسبس بتعمل سوباينيشن. طيب يبقى تاني يبقى البايسبس بتعمل سوباينيشن مهم. طيب النقطه اللي بعد كده العضلات اللي خدناها بتعمل برونيشن سهلين برضو لان الاثنين فيهم كلمه برونيتور، واحده اسمها برونيتور تيرس والتاني اسمها برونيتور كوادريتس، فدولت بيعملوا برونيشن. يبقى السوباينيشن بالسوباينيتور والبايسبس، والبرونيشن بالبرونيتور تيرس والبرونيتور كوادريتس. النقطه الاهم بقى ان السوباينيشن او البرونيشن دولت بيحصلوا على الريديو النر جوينت مش على الالبو. مهم قوي، بتيجي في امتحان كتير يغلطك ويقول لك ان الالبو بيحصل عليه الحركه دي، لا، السوباينيشن والبرونيشن بيحصلوا على الريديو النر جوينت مش على الالبو. طيب بعد كده برضو عارفين ان اي عضله هتعمل برونيشن او هتعمل سوباينيشن الانسيرشن بتاعها لازم هيبقى في الريديوس. ليه الكلام دوت؟ وده طبعا من ضمن القواعد اللي حطيناها اللي سهلت علينا حاجات كتير قوي في الفور ارم وفي الارم، يعني كان عبيط خالص بعد القواعد اللي قلناها. قلنا هنا اي عضله هتمسك في الريديوس بتعمل سوباينيشن او برونيشن، لان تخيل معايا ان الالنا ثابته، ده طبيعي. طيب انا عايز اعمل برونيشن مثلا، البرونيشن يعني الريديوس هتلف حوالين الالنا. طب الريديوس لما تيجي تلف حوالين الالنا، انا لو عملت انسيرشن في الالنا وعايز اعمل برونيشن مش هقدر اعمل برونيشن لان الالنا ثابته، انما الريديوس متحركه فانا هقدر اعمل برونيشن او سوباينيشن. يبقى تاني العضلات اللي بتعمل سوباينيشن السوباينيتور والبايسبس، بتعمل برونيشن برونيتور كوادريتس وبرونيتور تيرس، برونيشن والسوباينيشن على الريديو انر جوينت. اي عضله بتعمل برونيشن او سوباينيشن الانسيرشن بتاعها فين؟ في الريديوس. طيب في عضله برده مهمه قوي لانها من ضمن الاكستنسورز والاكشن بتاعها مختلف شويه، عضله اسمها البريكيوراديالز. والبريكيوراديالس نقطة تانية دوت مش أول مرة تتذكر معاك لأن اتذكرت معاك قبل كده في الكيوبيتال فوس، راجع الباوندرز بتاعها لما كانت اللاترال باوندري بتاع الكيوبيتال فوس كان الميديال بوردر بتاع البريكيوراديالس، وهفهمك يعني إيه ساعتها ميديال ولاترال بوردر جاية برضه معاك. المهم البريكيوراديالس كانت بتعمل أكشن مهم أوي اسمه فليكشن أت ميد بروم بوزيشن، اللي هو وضعية السيف، وضعية التحية العسكرية. طيب ليه دي مهمة؟ لأن البريكيوراديالس واحدة من الإكستنسورز، وعارفين الاكستنسورز المفروض الاكشن بتاعهم ان هم بيعملوا اكستنشن، صح كده؟ صح، بس دي العضله الوحيده منهم اللي بتعمل فليكشن، يبقى بتعمل فليكشن ات ميد برون بوزيشن. طيب تاني حاجه احنا كنا بنتكلم هنا الميديان نيرف عدى ما بين التوهز بتاعت البرونيتور تيرس الماسكولوتين وسخرهم الكوراكو بيكيالس ويعدى ما بين البايسبس وبيكيالس. الالنر نيرف بقى سهله دي، عدى ودخل فور ارم ما بين التوهز بتاعت الفليكسور كارباي النيرس، دي برضه سهله لان الاسم يعني موضح نفسه، قلنا النرف فليكسور كارباي النرس. مهمين يا شباب الثلاث نقط دولت بنسبه 99% بيجي لك واحد منهم في الامتحان. طيب شويه تجميعات بقى كده للانسرشنز بتاع العضلات بتاع شويه اكستنسور وشويه فليكسور. عندنا لو كنتوا فاكرين كان عندنا في الفليكسور في عضله اسمها فليكسور كارباي النرس، وساعتها من ضمن القواعد اللي سهلت علينا كتير قوي قلت لك اي عضله فيها كلمه كارباي الانسرشن بتاعها هيبقى في الميتا كاربا. طب اكستنسور كارباي انيرس ميتا كاربن، طب كارباي ميتا كاربن ميتا كاربن ميتا كاربن، ده كله ميتا كاربن. بس كان عندنا فليكسور وعندنا فليكسور كارباي انيرس وراديالس. الفليكسور كارباي انيرس احنا عارفين ان احنا في الايد بنبدا نعد مختلف عن باقي الحاجات، بنعد من بره لجوه، يعني الصنب 1 2 3 4 5. طيب يعني 5 دوت عند الليتل فينجر، طب ما القلنا عند انهي فينجر؟ عند الليتل فينجر. فتلقائي وبما ان قلت لك الكارب يبقى هتعمل انسرشن في الميتاكاربال، فتلقائي ان الانيرس هتبقى في الميتاكاربال رقم 5. يبقى فليكسور كارباي النارس في الميتاكاربال رقم 5. طب اكستنسور كارباي النارس في الميتاكاربال رقم 5. يبقى كلمه النارس ما عندناش فيها مشكله سواء اكستنسور او سواء فليكسور. اللي فيها مشكله شويه كلمه راديالس. الفليكسور كارباي راديالس، الفليكسور كارباي راديالس بتعمل انسرشن في حتتين، الميتاكاربال طبعا بس رقم 2 و3. حتى لو لاحظت احنا عندنا اي عضله لو قلنا فيها لونجس يعني طويل معنى كده ان في بريفيس، لو قلنا مش عارف سوبرفيشالس يبقى في بروفاندس. هنا انا قلت فليكسور كارباي رادياليس ما قلتش بعدها حاجه، فهتلاقي ان الانسيرشن بتاعها بياخد حتتين، بياخد 2 و3. طيب اكستنسور كارباي رادياليس نفس الكلام 2 و3، بس استنى رادياليس لو لوحدها 2 و3، انما احنا قسمناها لونجس وبريفيس، فاللونجس هتاخد من ميتا كارب رقم 2 والبريفيس هتاخد من ميتا كارب رقم 3. يبقى تاني الفليكسور كارباي النارس او الاكستنسور كارباي النارس مفيش اي مشاكل فيهم في الميتاكاربال 5، اي عضله فيها كلمه كارباي هتعمل انسرشن في الميتاكاربال. طيب الاكستنسور كارباي راديالس، خلينا الاول فليكسور كارباي راديالس يبقى ناحيه الريديوس بتاخد 2 و3، انما لو قسمتها على اكستنسور بيبقى في جزء لونجس وجزء بريفس، اللونجس دوت ميتاكاربال 2 والبريفس دوت ميتاكاربال كام؟ 3. طيب اخر نقطه ان الفليكسور ديجيتورم سوبر فيشالس ديت بتوصل للميدل فالانكس، يعني لو كان عندنا مثلا ان دولت كده الفلانجيز، كان عندنا مثلا 3 فلانجيز في اي صبعه طبعا ما عدا الابهام، وعندنا اللي فوق ديت بروكسيمال واللي في النص ديت ميدل واللي تحت ديستال، فكان عندنا السوبر فيشالس بتيجي تمسك في الميدل فلانكس، الميدل فلانكس، وبالتالي الجوينت اللي ما بين الفلانكس والفلانكس بنقول عليه انتر فالنجيال جوينت،
بس انا عندي اتنين، عندي واحد بروكسيمال وواحد ديستال، يبقى عندي اتنين انترفرنشال، فواحد بسميه بروكسيمال انترفرنشال جوينت، واللي تحت دوت بسميه ايه؟ بسميه ديستال انترفرنشال جوينت. طيب العضله ديت متفقين ان اي عضله طالما عدت على جوينت يبقى هتشتغل عليه، هي عدت بس على البروكسيمال يبقى هتشتغل على البروكسيمال انترفرنشال جوينت بس، ومش هتشتغل على الديستال، لان اللي هتشتغل على الديستال مين؟ الفليكسور ديجيتورم بروفانس. ولو تلاحظ العضله وهي جايه جت كده عملت حته في الجنب، لانها لو جت في النص وجت وقفت هنا هتسد الطريق من النص، وبالتالي العضله اللي بعدها مش هتقدر توصل للديستال فينكس، فهي سابت زي تانل في النص كده عشان البروفانس توصل في الاخر لمين؟ للديستال فينكس بتاعت الميديال فور فينجر، وتشتغل على ايه؟ الديستال انترفينجال جوين، بالاضافه طبعا للبروكسيمال لانها ايه؟ لانها عدت عليه. تمام، فده كده اول جزء من المراجعه بتاعتنا. احنا عندنا ان شاء الله هم 114 نقطة، هحاول اعملهم على كذا فيديو بس عشان الوقت ما يبقاش طويل، يعني 15 دقيقة يعتبر طويل شوية بس تمام مفيش مشاكل. وان شاء الله تبقى الملاحظات مهمة حرفيا والله، يعني تجمع لك الدنيا كلها. بعد الملاحظات هتلاقي ان شاء الله كده جداول كده، هو الكتاب موجود يعني في المكتبة في توبي، هتلاقي جداول بقى جدول تقريبا 9 او 10 صفحات جايبة عضلات الاور لمب كله، هبقى اوريهولك. وبعد كده اسئله بقى كيسز كتير هحاول احل معاكم شويه بحيث ادربكم ازاي اسئله الكيسز دي بتتحل وكده. واخر حاجه برضو في اسئله عمل على نظام الام سي كيو النظام الجديد بتاعكم، فيعني ان شاء الله يبقى الشغل كويس. يعني مثلا لو هنبص بس كده على السريع، ده كده الجداول تمام، هبص مثلا كده دي تجميعات في الاخر، والجداول بقى بتاعت العضلات كلها تمام، كل العضلات اللي عدت عليك. عندك بعد كده الجزء بتاع أسئلة العملي، بص 80 سؤال، هتلاقي بقى أسئلة عملي على النظام الجديد كل الأسئلة. وبعد كده بقى أسئلة كيسز بقى وكده 99 سؤال، فإن شاء الله هنحل مع بعض. يعني أتمنى الفيديو ده يبقى لطيف كده، وربنا معاكم يا رب، وإن شاء الله قريب هرفع لكم فيديوهات للأرترز والنرفات عشان اتطلبت مني كتير. ربنا معاكم يا رب، السلام عليكم.